السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي ياسر، كيف حالك؟ طيب أخبارك؟ والله العظيم والله على ما أقوله شهيد، إنه من جد أنا كنت أول أشتكي من الأبهر أبهر. والله بعد ما سويت الحجامة الحمد لله يمكن لي من بعد كورونا، وأنا والله ما أشتكي من الأبهر نهائي. من بعد كورونا بالضبط سويت عندك حجامة، والله العظيم الذي ما عاد جالي إبهر. يا ربي لك الحمد، هذه فضل من الله ثم بفضل الحجامة اللي سويتها عندك، والله على ما أقوله الشهيد. والحجامة صراحة وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء مفيد مرة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي من يسمع هذا المقطع، أحب أن أحث الجميع وأوصي نفسي أيضا بالمحافظة على الحجامة بصفة دورية. ولله الحمد، أنا من المتابعين والمراجعين في هذه العيادة منذ زمن، فيها صحة وعافية. حتى الذي ما يجد أمراض في نفسه أو في، لكنها عافية وصحة قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأحث نفسي وجميع من يسمع هذا المقطع بالاستمرارية على أخذ الحجامة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها. ونشكر القائمين جميعا، وخصوصا الأستاذ ياسر، القائمين على هذا المركز، وتقبلوا فائق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.